نفس حرية ما تقطع عن الهوى لا تزيد كتير علي أحسن ما نوقع سوا. سنوات طويلة أرمينيا نازعت تحت وطئة المجازر، تحت حكم الشيوعية، تحت نير التقسيم وظلم الناس والطبيعة، ورجعت مش مثل ما كانت، لكن مثل ما بيحلم فيها يلي مات واللي عاش. طريق الجلجلي كانت طويلة بسنينة وألامة، شوية قيامة نطرتهم على مفارق البلدان اللي لجأوا إلها، أو يمكن هني لأنهم عاندوا الوجع والقهر جبروا تنطرن، ما سمحوا للزمن أنه ينسى وما ركعوا إلا للصلاة. ما بتقدر أبدا تلغيني، بدك تسمعني وتحكيني. قد ما كانت مواعيد الوداع كتيرة وطويلة، بقي الصبر على الألم ينازع وينازع وما يموت، وضل الأمل باللقاء، لقاء الأرض اللي ضاعت أو السما اللي بعدت، يعاند يأس الفراق وسكوت الرب حتى الفراق يئس والرب سمع.